معرض الحضارة الإسلامية الفوتوغرافي فعالية ثقافية احتضنها مبنى المجلس التشريعي، واستضافت من خلاله عدا النتاج 50 مصورا من 20 دولة إسلامية وبتدشين رسمي للسلطة المحلية. سنعمل من أجل يعني الإبداع الثقافي وتنمية الثقافة التي تحلت بها هذه المدينة. الرياضة والتعليم والفن هي واحدة من العوامل التي يستطيع أبنائنا أن يذهبوا هذا الاتجاه وأن يكفوا عن الاتجاه الداعشي والقاعدي. المعرض الذي نظمه نادي عدن للتصوير ضم 105 صورة محورت موضوعاتها في فن العمارة الإسلامية بمختلف نتاجها، وتفاعل الحضور مع هذا التمازج بين فن قديم يبرز من خلال فن الفوتوغرافيا الحديث. لأول مرة الحدث التاريخي ده يحصل في عدن، إنه عدن تستضيف 20 دولة عربية وإسلامية في عدن. هذه رسالة للعالم إنه عدن ما زالت فيها الفن والثقافة والأمن والأمان. ويعد المجلس التشريعي من المباني الأثرية، إذ بني إبان الاستعمار البريطاني وصار مفتوحا لمختلف المعارض والندوات بعد ترميمه وبعد مطالبات عديدة لاستغلال بهوه الواسع وموقعه الجميل بهكذا فعاليات. لن تنهض المدينة إلا من خلال الفن والثقافة والإبداع، ولن يستطيع عدن تتخلص من هذه الجماعات الإرهابية والتطرف وغيرها إلا من خلال دعم الأنشطة الثقافية والفن وغيرها. ويسعى ناشطون شباب في العاصمة المؤقتة إلى تنشيط الحياة الفنية والثقافية في ظل غياب واضح لوزارة الثقافة وهيئاتها المختلفة. أجواء مبهجة في هذه الفعالية الدولية وفي هذا المعلم التاريخي الذي صار حاضنا لمختلف الفعاليات الثقافية والفنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.